جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم قويما على إرغام أنف النواصب. جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم قويما على إرغام أنف النواصب. ثلاث خصال من تعجيب ربنا نجابة أعقاب ولطالب. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، الله تبارك وتعالى وحوئنا أمري إن طريقة توصل لازمنا وحنا إن قربي لو طريق مريتان كودا أما قادي تان كودا طريق وحوي وإن وحي لغود دري آت كجا بصوت كسو كمرت طريقنا وإن وحي لغود دري آت قدب توت طافته لو دا طريق إلهي وإنو ديري طريقة توصن إنا لازمنا وإنا أمري ربي كان وحو كليها النبي صلى الله عليه وسلم يددك أهل الإيمان كا وحد كسوغناتان طريقة توصن توصنادو طريقة توصن قادو كسوغنادو لازمة النبي قال كليها أديك يددك صور نقضو إلهي أصور نقضي كل الصعودة مؤمنين تكل الصعودية أديك وحل قدم بيسية ولا تضغوا حد قد بنا طريقة قاضة هنا قافين وهدردرين وحدود دي السهدين تحر قافين. الله تبارك وتعالى واحد سمين إسان وأركع وحل قدم بيسية ولا تركنوا إلى الذين ظلموا هؤو إلى لنا هؤو ليحننا كوى الظلم قسمي حقه وهذا ذو إيلتان وقل لي حتان أي إذن تابت النار مركانا عد إذن حكتا إي عد إن إذن هي اللي سأي عد وحيد لقبت ألك سكو أيضا هي لني مه ليسا ضدك الظلم قلي إي الظلم ذا إن لو إيش الله اللي يحضر ووحي اللي يسود دراي ولا قصك رعي وأنا التقصير إي التفريط إي قابموي إي جفاء حدود دي السهدين تي الله إن وجه حي إن جذبنا وطغيان إيه بغي إيه حد جذب لبدا إسكتشرا شد الحياة شرا لازمة أو أه طريقة توصن وأنا متك صورة فاتح هذا آخر كذا ربي جن إن جبر تبارك وتعالى إن ويدي سنو مرولبا أو أن ربي جن لهنو الله نهنوني أو شدك توصن نجو هنوني كوا دوني معيسة شيت كي مرين إلهو نجوها نوني كوا دو عروت شيت كودي معها كوي اللو ماينا شيت كودي معها كوا اللو عروضي وكوي حد قد بي كوا اللو ماينا وكوي كسو كرعي وحي اللو ديري لبدا شيت كودان إلهو مغان كاغان هاي كتوصن وان كوي دي سنين تدكو صدح دا شيتون بي هيان شيت كتوصن روح داد هيان oo midig iyo bidix aan uga leexanin gudbinoon dhaafin kana soko dhicin ee jidka isku cilcelinaya isagaana laazimaya iyo dad jidkii intay qaadeen gudbay oo dhaafo xuduudihiisii ka tilaabay oo ka badbadiyay iyo kuwa jidkiiba aan qaadin ee ka soko dhacay saddexda jid baa adduunka la kala hayaa alla laba waa inooga diga midna waa in amri jidka gaabinta waxaa ka mid ah iyo dadkii dulmiga galay ee dembiga galay
قالوا يا وحي لم يدا إن لو إيش وحكم ما المهن دم وحي لها أن كم مقلين ورباهنت وأه إن لو تعزييو وتعسيو إن لو ديرو قال المسلمين تقريبي أوردنتي رئيس الوزارة إثيوبيا وما المهن آد مقليس ورباهنت تعسيه الصعود يا وتعسيني وحاو تعسيني يا مدحدي مسلمين وحاو تعسيني يا أفراد مسلمين وحاو تعسيني يا داد مقعله محلوه تعسيني وكح النهيب عليه هو قامي أحا وكمرو سنح مناسيم تأسكا نكقب قلينا تعسيبا مديرينا ويا إذن كدنت يا إذن كدنت بالله عليك محوك أمد مسلمك إقبال ككنور أما إثوبيا هنغط أما الصوماليا هنغط أمد قبل ككنور مسلمك بالذات محوك أتريو أجيستو سيي إلى اللو أبال قدو محوك أتري بالله عليك ما وحنا الله إنك أهين، أو بربورين كأهين، أو بابين كأهين، أو إريد يا مسافرين كأهين، حكسم يا مسلمين تودن كثوبي، ما إلا يهذا الصعدة، توحيد كي يا السنة دي مسلمين تتقليد كأيوه يستد، زمن كزمن أي صار أحلان، وحأقدم بيسافر قل إلى هذا أحباش. انت اللي قصوا مسافرية مالك لإن لغو إلزاميو شعبك الإثيوبية مسلمك إن اللي يراه ذو قاتو سنك لغا قليو أو اللي يراه ذا هدى ذا أحباش نقول الوعب مساجد دو دي مراكز دو دي مظاهرات يقباتوين ورنقاد داية وردين ميد كاللصو لسيو ذي باقو قدن بي محوكو سميي صومالي ذات يا بربوري وطنك الصومالي يا دقال أوغياشي وطنك بربوري يا تاغيرا هيوهوك السيني يا مقدشة انتو إذا مدي سكيني كب بربوري أو أن وحبهم بينين يا سوقاتي أو رقل بيتك كسوقاتي كنت راد أحينو لدقال لمو إسلام كجيسك أفريك سيبا مرك لوغو مهدعلين ولا يابا ميوسن اهيد نينكي مشروع اسكلها ان سوماليا لهوست جي اثيوبيا او اثيوبيا اي لقدا ودنك سوماليا او دن نينكي مشروع لها سومال كورماي نقطي انت ليما دور باهينتا ان لو تعسيو ليرا دا وا كخنهي وا تعسيينينا بيست التعزيه حاتك تعزيني سال محو إذين سمي محو إذين قلي محو إذين قبطي وندب أهين ونرفض أهين الله تبارك وتعالى وحوليه هكذا لغننا عذو ويقى إيا عذو ويقى ساحيب هكذا لغننا وأتعشهين وأتمشدي سكحنتين وأتمكي سكحنتين هكذا لغنين رب الله تبارك وتعالى أرين تاسي أرين سحسن معه وانا أرين خلطة وانا ارين ان لغو براروغا اوباهان اداد شفتاي اي اهداد لمن السبب درير كاليسك دوان ما اه ان مقدسات كاللغو عيارو ما اه ان عقيدة مسلم كالتشكيق قليو او بور لغو صيرو ما اه ان امد عدو قيدا اي اددك لبي حتى انسانية لبي ان محو اها يلوتو سوحاليي افريكا كردنتي او جيسك افريكا كردنتي او خطر او لتبي دونو يا كريم يا كريم إن هذا من العجائب تاسي وحويان وكسكر دعيت إيه قرم مريد وحي لينا أمري أن قرم مرنوا والركون إلى الذين ظلموا وحا إيادا نتشتك قرم مرسون وقيبتا لصحيبتا وكسهر جدا وإيهان مالمهن ذنبه وحي لها صعدة أولها صعدة أولوكم ما قيني هاي علماء أمتا oo lagu maagayo ducada ummada oo lagu maagayo xarakaadka islaamiga ah
ee ummadan soo saaray xijaabka u xiray daroogada in badan oo kamid ka gooyay in badan oo kamid qabyaalada ka gooyay qubuurta iyo shirkiyaadka ka soo saaray bidcada ka saaray oo sunnada u saaray ummad jirta ka dhigtay inta ka noolba sabab u noqotay in maanta xamla laga dhigto hadaf laga dhigtay ayadana wax weeyaan waa qaybta kaleeto waa tuqyaan iyo xadgudub waa in warbaahinta la geliyo oo masaajidda horteeda lagu qaybiyo waraaqo been abuurado la soo sameeyey oo inta Nairobi lagu sameeyey ama meel kale lagu sameeyey korka laga saarayo culimada Soomaaliyeed oo la leeyahay qaar iyaga kamida waxay u tacsiyeeyeen gaalkii dhintay Mr. Malik oo Cili Malik oo Sheikh Malik waa iftiraa iyo been abuurad qaawan oon haba yaratay geed loogu soo gabanin waayo geed loogu soo gaban waxaa la isweydiin karaa ama in la isweydiiyo mudan waxa noocaas oo kale ah marka masaajidda hortooda lala soo aadayo billaahi calaykum khamaaraadka baararka khamrada lagu cabo hortooda maa lagu qaybiyo suuqyada maa lagu qaybiyo lala aado maxaa masaajidda lagala soo doonayaa been abuuradka noocaas oo kale ah iyo xamlada noocaas oo kale iska magshuufka ah maxaa masaajidda hortooda lagala soo doonayaa masala cajiib ah masala cajiib ah waxaa loo baahan yahay haddaan nahay dad muslimiin ah inaan nahay dad wacyi leh dad wax garanaya dad wax kala fahmaya dad aan la siri karin dad aan god loo qodi karin dad aan laga lugmeersan karin oo mid danaysta intuu yimaado iyada dhanba uusan dabagadin karin in wacyigeennu intaa dhamma loo baahan yahay الله تبارك وتعالى وحو آدو إيدي يددك بين أبورتك سمية وخلق جيسك بين أبورت حتى قلبها هذا حتى قلبها هذا الله تبارك وتعالى وحو حرم الظلمك ووحو حرم بين أبورتك ووحو حرم حد قذبك حتى قلبها هذا عدل وصميني ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وقالوا مساجد الله يبين كهر استاجين إيه حرمك أحد قد بينا برب لي لبك إذن قصة مين يأيين كين حتى إن الحدود قدبتا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى قال لقه الله يا عدالة قصة مين حتى قال ذا مسلم داعي نين علماء حركة إسلامية وركيدا إسكده حتى قال ذي بو رب ليه أكو عد قد بنا قال ذي بو رب ليه تبارك وتعالى هكو بين أبو رنينا عدالة اللازمة مركا الله معاملون إسا ما بالوك مسلم مركا الله معاملون إسا حلو بهاي هاي دتك نوع عاصو كلا إن إلهي كبقى وحن نبي قال نشاك السلوات ربي وسلام عليه ummada ida akhyaarteed iyo kuwa ugu khayr badan waa kuwa markii la arko ilaahay la xusuusto markaad samtigooda akhlaaqdooda dhaqankooda markaad aragto ilaahay bay ku xusuusinayaan ummada ida kuwa ugu sharka badan nabiga wuxuu rasuul sallallahu alayhi wasallam waa dadka namiimada iyo isku dirdirka ka shaqeeya dadka isjecel kala geeyo isku dira dad aan ceeb lahayn ceeb u raadiya ربنا تبارك وتعالى وحول روحي ذنب سمية أما إساقو قف قلع قف كيسين الروح كلو بري الضش كسارة وحول لي مدين أبورد إيا الدنب مضح وريري وحلص أيو الروح هاسي لي بهتان كي بين أبورد كعدنا كما بنانا إن لغو سمية سيداس دراتي باولا ليا الوحا لقا مرمان أه وحا نوع عصو كلا أدتك شقادة كدكتي وحا نبي كسو صلى الله عليه وسلم إنو يلي ribadu waa toddobaatan iyo laba qaybood ama baab baabka ugu dambi yar wuxuu ka dhigmaa nin hooyadii u galmooday buu la dambi yahay waxaase ka sii weyn oo qodobkaasi ka sii khatarsan in uu ruuxu isku dheereeyo ku faano ku dhiirado dadka muslimiinta cirdigooda sharafkooda diintooda inuu tacniyo waliba uu ku dhiiranaado
waxay ka weyntahay hooyada inaad xaas ka dhigato waxaa soo kale rag qasanaya oo diin ka dhiganaya oo shaqo ka dhigtay baa intay gadh noo soo baxsadaan oo xamaas muujistaan oo jihaad baan ku jirnaa yidhaahdaan oo masaajidda hortoodii soo galaan baa waxay iska dhigayaan ka'annahum yansuruuna diinaa iyagoo diin u nusreynayo kale war diin looguma nusreeyo culimmada iyo ducaadii ahludiinka oo la burburiyo sharaftooda diin u nusreyn mayso cadowna ma jabiso gaalana kaama celiso nasri iyo guulla laguma gaadho bal waa lagu jabaa waa lagu jabaa maxaa yeelay allah tabaaraka wa tacaala markaad ehelkiisa iyo culimmadiisii ahludiinkiisa iyo saalixiinta hadaf ka dhigato ilaahay waa kula dagaalamaya man caada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb wina min khaasati awliyaa illaahi alculamaa ilaahay awliyadiisa khaasadoodu waa culimmada caamiliinta wey kuwaa markaad dagaal la gasho ood shaqo ka dhigato ood qoraal iyo af iyo kaa baxsan waayaan waxaad ku talagashaa rabbigaabaa dagaal kula gelaya tabaaraka wa tacaala nin rabbi la dagaalamayowna meel gaadhi maysid waxoogaa nagnagleeyo hadhadal laakiin meel fog gaadhi maysid geel dhallaan qaaday ma dheera bay soomaalidu yidhaahdaan meel fog gaadhi maysid intaan akhare la gaadhinna nabigeenna waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh inuu yidhi ma jiro dembi cuquubadu uga soo degdeg badan tahay adduunyada iyadoo aakharana loo kaydinayo wixiisi laba dembi mooye labadaa dembi mid waa gardarrada iyo maagidda iyo xadgudubka ka labaadna waa qaraaba goysnimada labadaa dembi cuquubadoodu ma daahdee way soo degdegtaa khaasatan dadka aad ku xadgudbayso hadday yihiin ummadda khaasadeedii laba nin baa barnaamijkaa shaqo ka dhigta nin saddexaad maaha nin waxa weeye waa nin miskiinoo khaldan waa qalbi fiican yahay waa khayrdoon diinta wax u qabuu isleeyahay qalbigiisu waa fiican yahay iyo niyadiisu laakiin waa makhduucoo waa kadsoon yahay dariiquu ka lumay dariiquu ka lumay wax islaamkii dubinayuu moodayaa inuu islaamkii wax ugu qabanayo wax islaamkii baabi'inayuu moodayaa inuu islaamka u nusraynayo waxoogaa waa nin kadsoon wey waa la kadiyey in badanoo da'yarta ka midna waa noocaasoo waa iska niyad fiican yihiin laakiin waxayna garanaynin waxay samaynayaan waxa ka imaan kara iyo ilaahay agtiisa waxa ay ka tahay jahliga iyo safahada caqliga iyo caqliyarida iyo garashoyarida iyo xamaasada iyo dhiiranaanta faraha badan baa keenaysa asagoo niyad fiican oo ilaahay ateec isleh haddana inuu god ka dhaco inuu cadaab galo ay dhici karayso khatar galo diintiisa halis geliyo in badan oo ka mida waa sidaa waana dariiqii khawaarijta iyo dhibkii qabsaday waa qaybta labaadii waxa weeye oo barnaamijkaa shaqo ka dhigata waa dad la soo dirsaday waa dad la isticmaalayo waa dad la soo adeejistay waa dad ay jihooyin kale ka dambeeyaan oo hadaf mucayana xaqiijinaya si hadafka ay u xaqiijiyaanna waa inay gashadaan qamiiskii ay ku xaqiijin lahaayeen qamiiskaasi muxuu yahay waa inay tadayun muujistaan waa inay madaahir iyo shacaa'ir diineed muujistaan waa inay xamaasad diineed muujistaan waa inay nacaybka gaalada muujistaan muslim oo dhan gaalka waa inuu naco oo uu mabdi'iisii caqiidadiisa naco laakiin waa la muujisanayaa si laguu kadiyo dabinka laguu geliyo adaa lagugu socdaa marka hadaf baa loo socdaa qasadku markaa iyo niyadu ma fiicna niyadu waa xunto islaam baa la duminayaa madaxaa laga duminayaa culimmadiisii iyo ducaadiisii baa la garaacayaa iyagaa la gaalaysiinayaa iyagaa dhiiggooda la bannaysanayaa ayagaa ummadda lagu dirayaa waxaa la leeyahay waaqica kama warhayaan gaaladay la shaqeeyaan waa culimmo aan waxba ka warhayninoo xaydka iyo nifaaska ka shaqeeyaan maxayba ogyihiin waa culamaa'u mukaafaxati alirhaab gaaladaasay u adeegaan oo u shaqeeyaan ujeeddadu maxay tahay ujeeddadu waa taasoo madaxaa laga dilaayo ummadda iyo culimmadeeda marka la kala gooyo oo laysku diro oo ummaddu culimmadeeda ay ka xadhig furato iyaduna waa halaagsantay leanna markaa waxaa madax u noqon doona oo culimmo isaga dhigi doona dad halaagi doona ina allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan yantasicuhu min alcibaad walakin yaqbidu alcilma biqabdi alculamaa xataa ida lam yubqi caaliman ittakhada annaasu ru'uusan juhaala
فأفتوا بغير حق فضلوا وأضلوا خطر كوين مجرت أو أمدن كو إيمان كرت إن إيدي علماء ذي ذلك لقويو إن علماء ذي دعاء ذي ذلك سكدرو إن لك لتشرو كذبنا الله سماء يودد أن مصلحة ذي الدين تذي الدين تذي وحبك أغين ومرك اللي يلاهدو كاسا إذن هو قابلي ماشاء الله سعودتا إيضا برنامج كاسي وبرنامج مركز جهوين كلا أي ودان وانا برنامج قال متحن مصمين كرو قال إس السوق ويو قال أمجدن كرو برنامج كلا لأنه مدوي أكت ومدوي قرن وقال ما نوع المدن نوغشة كينا يا بالليه لكن دور كأي كالنتا وحق جدًا منافقين تا وحق جدًا روح مسلم أه وأن منافقه لكن مخدوع ولا خلضي إن مرك أن لك تسومين بالرب هي ومقدسات كواوين إن شك جلكرين نينك كأجدوا ذن سفي عن ليس محو على ليس جقبته مقدسات كواوين وإنا قرن توحيدك سنة دين تا علم مدينة وإنا المقدسات كاسي عدي كأجدوا ته وإن النقطة خط أحمر لورد وان كريم وإن إنك قصة ضايعون ولا نقطة نلا فهمي أو مكشوف النقطة يلا إذن خلدي عالمكم أنت وعالم أخبار وعالم سر وعالم تاتوس وعالم معلومات مساجد على جبوحة ملك استال يسبو إيمان شاتي بالوصو قشن وداد بالسياق كاتيجي مجاهد بالسياق كاتيجي شاتي بالوجو قشن قرب بالوجو لبيح مريها لوجو قبس كذبنا وحوي حماس بالوجو موج سنين هذا إسدهن ورماشني ملها وحباك مغضوضا تحذرين وحلو جرد يجود أذن كسود حكرين واختي النبي جن صلوات ربي وسلام عليه ملف ذكر هذه منه مسألة مبالغة يكحل أحد جذوكم تشره النبي جن واختي سي صلوات ربي وسلام عليه منافقين ثم مساجد بيت لسان قرآن كريم كشيء مساجد سورة دي وحلا بيت لسان مقالة المدينة مساجد كوحي يجو قلت لك الشيءين اسمها قصة كوحوي إن المسلمين تكو قيبيان كو قال لما أجو أديجان لبا عيدا من النبي قال الله قال لما ماشى إن وقت ديجان صلدك أو كد ياريا إن الدين تإسلام كي النبي جي أمضى دبك قرسيان بيقول السيان صورة مسجد بون ليه مساجد نواكم عابد مسلمين تي هذه مساجد على ما دي مسجد لو إله درتي بالله رسل ليه دولي سكتك ولسكتك لكن ربنا تبارك وتعالى وحي جيب الدجيو وحمركي بل براروشي والمساجد معها والذين اتخذوا مسجدا ضرارا ومساجد لبلورس وكفرا قال لما لورس وتفريقا بين المؤمنين المؤمنين تئن لجوك لجيو لجوك يبيع لورس وإرصادا لمن حارب الله ورسوله عد إلهي الرسول كي سلط قال لن تمشي الوحلو قد يارينا يا الله ما كشفي مساجد كي ولا الدبي warnin masajid kugu soo dhuntay inuu gab iyo mara gaaban iyo wadaadnimo iyo xamaas kugu soo dhumanayo madiidi masajid baba la isugu soo dhuntay iyo dhismihiisa iyo waqtigi waxyigu dagay waqtigi nabiga sallallahu rabbi wa salaamu alayhi wa in la fowjignaado oo la baraarugsanaado oo san muumin ku noqonin gabi naas ah oo inta god looga tilaabsado ku dhaca oo laga lagu meersado oo sidii loo doono laga yeelo ma aha in sida la ino qaado عقلي هي حكمة هي الدجانشة هي الدين بإلهي تبارك وتعالى إن السيء اتجاه النوع عصا هي فكر كنوع عصا ذاتك طبعا نسان كشقينا يا وبسيدي هذا قصة ما يستي انتي سميان هذا نبه هنا يا بين أبورتك السمينا يا ذاتك النوع عصا كلا أو انفرت اللجوء في قه ومضى مسلم كي الدين تهذا لا جقبته جهادنا ومن مصرينا يا قال أنا ما تشبينا يا دولة إسلامنا ما تسيان ديننا ما باقي ليا والله تصرفات كنوع عصو كلا دب مويه انين دف امه الاسلام كوسوخينين صلوا وسلموا على خاتم الانبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ورضى اللهم عن الصحابه والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك يا أرحم الراحمين
أنجي المستضعفين من المسلمين، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.